حفل كبير متنوع الفقرات جرى تنظيمه للاحتفاء باختيار ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة الأمريكية. شاركت في المسابقة النهائية في عامها الثالث 19 فتاة عربية تم اختيارهن من بين مئات المتقدمات بعد تصفيات استمرت لأكثر من 3 أشهر. تجربة كتير حلوة، استفدت منها كتير، أخذت إكسبيرينس وصار عندي صحبات، 18 صاحبة جديدة. ليلة الاختيار شهدت منافسة تبارت فيها المشاركات باستعراض جمالهن عبر ارتداء أكثر من زي وحضور متكرر على المسرح لإعطاء الحكام فرصة كافية لاختيار الأجدر. Miss Arab USA 2012 is فازت باللقب سوزان زياد، وهي فتاة فلسطينية الأصل بربيعها 26 وحاصلة على بكالوريوس في مجال حقوق الإنسان الدولية وتهوى التمثيل. أنا لسه عن جد مش مصدقة حالي. I feel like I'm in a dream. I really do. I studied international human rights and it would be my dream to take Arab Americans and connect them with human rights issues across the globe, the Middle East and internationally. المهمة العسيرة كانت على عاتق لجنة التحكيم المؤلفة من الشخصيات الفنية والثقافية العامة، بالإضافة إلى مقاييس جمال الصارمة، فأن اختيار الملكة في هذه المسابقة مرهون بما تمتلكه من ثقافة عامة. If you could meet anyone in the world, living or not, who would it be? I think I would really like to meet Gandhi. He was such an advocate for non-violent direct action, and I think there's always a way to fight for peace, and he did it. مثقفة جدا، بترد على الأسئلة كويس، وطبعا كانت جميلة و very well presented للمرأة العربية. The one we chose definitely had a little bit of everything, but at the end of the day, all the girls do. It's not about beauty, it's within. وقامت بتتويج الملكة الجديدة كريستينا رفدية، ملكة جمال العربي للعام الماضي. I think she's very well spoken and elegant, and I'm very happy with my successor. So I wish her the best of luck. الحفل الذي تنظمه إحدى الجمعيات الخيرية العربية يعد فرصة لإدامة التواصل والاحتفاء بأبناء الجاليات العربية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية. في أريزونا كان جمال العربي على موعد مع سفيراته جدد قدمنا من مختلف الولايات الأمريكية للتنافس على عرش مملكة بلا رعية وتاج عمره عام. لقناة MBC رافي بوغسيان من مدينة أريزونا الأمريكية.